إلى الجبهة اللبنانية، وفيها قتل 5 أشخاص في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان في وقت كثف فيه حزب الله وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية إسرائيلية بعد 7 أشهر من التصعيد. وفي السياق قال مصدر أمني لبناني إن 3 أشخاص قضوا جراء القصف الإسرائيلي على منزل في بلدة الخيام، مرجحا أن يكونوا مقاتلين فلسطينيين، كما قضى مقاتلان من حزب الله في غارة أخرى على بلدة العديسة الحدودية. من بيروت ينضم إلي الكاتب السياسي السيد سام منسي. مرحبا بك سيد سام. كيف نفهم أن هنالك تحركات دبلوماسية مكثفة أمريكية وفرنسية هذه المرة، وبعض الإشارات الإيجابية من الداخل اللبناني حول الترحيب بها، والتصاعد يرتفع على عكس ما كانت وتيرة التفاؤل مرتفعة حول صفقة بين إسرائيل وحماس؟ كان الجو هادئا وعاد، وبالتالي الأمر كله مرتبط بغزة. يعني من الواضح، مساء الخير أولا تنور. من الواضح جدا التماهي بين جبهة غزة وجبهة بيروت أو جبهة جنوب لبنان. واليوم أنت بعد في التقرير الذي بثته أو تبثه حتى الآن الوضع في رفح ومنسوبه مرتفع. يعني اليوم ما قيل وضع العلم الإسرائيلي على معبر رفح، هناك قصف على رفح، بالتوازي تماما يحصل تصعيد على الجبهة اللبنانية، وهو دليل تماما واضح من دون أدنى شك على أن الجبهتين اللبنانية وجبهة غزة يسيران معا في خط متوازي. لبنان يسمي الموضوع مشاغلة ومساندة إلى آخره، إنما هو من الواضح لا مساحة لأي حلول لبنانية. أنت تتحدث عن مبادرة فرنسية، ونتحدث عن زيارة مقبلة للمبعوث الأمريكي هوكشتاين إلى بيروت. كل ذلك من دون أدنى شك مرتبط بما سوف يتم التوصل إليه في غزة. في غزة من يعني المرجح نتنياهو يسعى إلى استعمال الوقت أو الإفادة من الوقت أكثر وأكثر وأكثر، ووضع مثل ما يقال في اللغة الدارجة العصي في الدولي، يعني في سياسة العرقلة. العرقلة أولا الهدف من العرقلة هو الحصول على مكاسب أكثر وأقوى في المفاوضات، يعني يريد أن يحصل من حماس على تنازلات أكثر في جولة المفاوضات الجارية، والمفاوضات الجارية هي مفاوضات جدية. لا تنسى أن رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية موجود الآن. لكن سؤال متكرر، يعني ما يفعله حزب الله أو تحت العنوان الكبير محور المقاومة، هل يساعد حماس الآن؟ يعني إسرائيل دخلت رفح وانتهى الأمر. واضح جدا، واضح جدا منذ اليوم الأول، منذ 8 أكتوبر تماما، حزب الله هو جزء من محور المقاومة، جزء من وحدة الساحات، ويحاول بالقدر الممكن الذي وضعته له السياسة الإيرانية. يعني لا نريد إقحام لبنان في حرب كبيرة، هذا رقم واحد. إنما لا يستطيع حزب الله إلا أن يكون جزء من هذا المحور. شو ماذا نعني بجزء بهذا المحور؟ أن يشغل إلى حد ما الجبهة الشمالية في إسرائيل كما هو أطلق عليها. إنما هل برأيك وتقييمك قام بإشغال الجانب الإسرائيلي أم على العكس، يعني
تجرأ واقتال قادة من حزب الله وهجر السكان في جنوب لبنان. يعني ما الأثر أثر هذا الإشغال؟ إن طرحت عليك سؤال رصده يعني. لا طبعا من دون أدنى شك الحزب يتعرض لخسائر أساسية. أول شيء على صعيد العدد، يعني العديد النخب، والحرب الجارية في الجنوب أثبتت على نقطة رئيسة وأساسية عبر عنها في بداية شرط. أنا كررت هذا الموضوع أكثر من مرة، أن التفاوت بين القوة التي يمتلكها حزب الله والتكنولوجيا الإسرائيلية أثبتت أنها على مسافة بعيدة جدا. فإسرائيل تتفوق على الحزب بشكل غير، يعني لم يتوقعه الحزب في بداية المعركة منذ أكتوبر الماضي حتى اليوم. وبالتالي إنما لا تستطيع أن تطلب من حزب الله أن ينكفئ بشكل نهائي عن الانقراض في هذا ما سماه المساندة أو المشاغلة. وبالتالي هو يتعرض إلى خسائر، وبالطبع يسعى الحد منها. إنما بالنهاية أنت تلاحظ كلما توتر الوضع أو ازداد منسوب القتال في قطاع غزة، كلما الجبهة اللبنانية كانت أكثر حماوة وأكثر عنفا. وبالتالي طبعا لبنان هو الجبهة الوحيدة المتبقية. إذا لاحظت أنه موضوع الحركة، حركة القرصنة الحوثية في البحر الأحمر، بدأت، لا أريد استعمال كلمة تخبو، إنما أقل من ما كانت، وهي أصلا غير ذات تأثير، يعني ربما أضرار طفيفة إلى حد ما لم تكن ذات تأثير. نعم، والفصائل في العراق وصلت لاتفاق بشكل أو آخر على التهدئة وعدم الاستهداف، المصالح الأمريكية تحديدا. ولكن ماذا عن إسرائيل؟ يعني هل إسرائيل في تصريحات سابقة قالت إن ما يجري في غزة بالنسبة إليها غير مرتبط بما يجري في جنوب لبنان، وانفتحت شهيتها أنها لن تعود إلا بتطبيق الاتفاق وتراجع حزب الله، لأن السكان في المستوطنات القريبة لن يعودوا ما لم يتراجع حزب الله، وبالتالي هذه معضلة جديدة. سيدي طبعا كلام إسرائيلي وكلام سياسي أكثر منه كلام عسكري. اليوم مطلوب وصول إلى تهدئة في جنوب لبنان. ماذا أقصد بالتهدئة؟ التهدئة المعني بها تفاهمات بواسطة الأمريكيين أولا والفرنسيين ثانيا لتهدئة الجبهة، لا لحل الموضوع. يعني ليس هناك كلام عن تسوية نهائية لسلاح حزب الله، الذي هو من دون أدنى شك بنظر الإسرائيليين هو تهديد رئيسي ودائم. وبالتالي المطلوب اليوم حتى يتمكن السكان في شمال إسرائيل من العودة إلى القرى أو المدن المتاخمة إلى الحدود اللبنانية، هو التوصل إلى تلك التسوية. إنما التوصل إلى تلك التسوية لا يمكن أن يتم قبل ما سوف ترسو عليه الأمور في غزة. الأمور في غزة من دون أدنى شك، يعني الواضح جدا أو الأكثر رجحانا على الرغم من كل مظاهر التوتر الحاصل اليوم، الولايات المتحدة لن تسمح باجتياح غزة. وإذا ركب رأسه نتنياهو، وهذا أمر مش مستبعد، مش نعم تقصد لبنان، أنت اجتياح لبنان، نعم غير مستبعد أن يقدم على عمل عسكري كبير في رفح بدون إرادة الأمريكيين، نعم نكون دخلنا في مرحلة جديدة من الصعب التكهن. نعم، ربما إرادة الأمريكيين هذه هي السؤال الأكبر، غير واضحة، يعني تتغير بين الساعة والأخرى. من بيروت الكاتب السياسي سيد سام منسي، أشكرك على كل هذه القراءات والإفادات.